القناه الاولى في مصر وفي العالم العربي المنطقه باللغه الانجليزيه والفرنسيه معا. معانا النهارده الاستاذ سامح رجائي رئيس قناه النايل تي في. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. ذكريات حضرتك عن النايل تي في قبل ما تبقى رئيس القناه؟ هو طبعا قبل ما ابقى رئيس قناه كنت بتابع النايل تي في زي اي مشاهد عادي الحقيقه، مع بداياتها في البدايات الاولى ليها كانت حاجه انطلاقه جميله للقناه، شكل جديد على التلفزيون المصري، مذيعين شباب، لغات، مواد بتتقدم، مواد جميلة، فكنت حابب من أشد المعجبين بالنايل تي في بدايتها يعني. يمكن بعد كده طبعا الظروف اتغيرت شوية والواحد برضو اتلخم في شغله شوية، فبعدت شوية عن النايل تي في إلى أن عدت حوالي سنة تقريبا نائب رئيس القناة ثم رئيس القناة حاليا. سنة 93 كانت بدايات النايل تي في، لكن في سنة 2013 عملت نقلة قوية جدا لما بدأ إرسالها يوصل لأمريكا. حضرتك مسكت القناة أو بقيت رئيس القناة من سنة 2014 يناير. أيوة. 2014. الفترة صغيرة جدا طبعا، أكيد لسه حضرتك عندك أكيد لسه رؤية جديدة وعندك أفكار جديدة علشان تقدمها للقناة وتغير بيها وتطور بيها النايل تي في، يا ترى إيه هي؟ والله هو في البداية طبعا إحنا اكتشفنا إن إرسال القناة مش بيوصل لأماكن كتيرة، رغم إنها المفروض إنها قناة موجهة للمشاهد اللي بيجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية سواء خارج مصر أو جوه مصر. والحقيقة المسؤولين في الفترة دي سرعوا بأن هم فعلا يحملوا إرسال القناة على بعض الأقمار الصناعية زي جالاكسي للولايات المتحدة الأمريكية والإنتلسات وبعض بعض الأقمار الأخرى علشان يوصل إلى أوروبا وإلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وده كان في حد ذاته طبعا خطوة جريئة أو خطوة كانت مطلوبة جدا، علشان يعني في الآخر إحنا بنخاطب مين؟ مش بنخاطب أنفسنا، بنخاطب الآخر يعني. فده كان أول حاجة. تاني حاجة بقى فاضل إن إحنا المضمون بتاعنا والبرامج بتاعتنا وده اللي بنحاول فيه دلوقتي انها فعلا يعني تبقى بتلبي طلبات ورغبات المشاهد الاخر اللي هو بيتكلم باللغات، وفي نفس الوقت بتعبر عن سياسة الدولة المصرية وانها تنقل ما يحدث على ارض مصر بمنتهى الواقعية والموضوعية. احنا لا بنجمل ولا بنحذف ولا بنضيف، احنا بنقل صورة حقيقية. تعرف الفترة اللي جت بعد الثورة ثم الفترة اللي جت بعد الاخوان في تشويه لما يحدث في مصر، دورنا احنا كقناة دولة وقناة شعب بنعبر عن ما يحدث في مصر بكل موضوعية، يعني بنرد على الأكاذيب وعلى التشويه اللي بيحصل بالواقع. بالضبط كده، بالواقع اللي بيحصل. احنا عندنا حركة موجودة في مصر، حركة سياسية، عندنا رئيس منتخب، عندنا مشروعات قومية البلد بتقوم بيها، عندنا حركة سياحية الحمد لله بدأت يعني تعود مرة أخرى بعد الأحداث الأخيرة. كل ده لازم العالم بره يعرفه، عندنا أمن وأمان بنسبة كبيرة تحقق. كل ده دورنا بقى ان احنا ننقل ده للمشاهد اللي هو بيتابعنا باللغات، يعرف ان مصر مش زي ما البعض الدعاوى الاخرى او الاعلام الاخر اللي هو بيشوهه وبينقل صوره غير حقيقيه. احنا دورنا بقى نوضح الصوره الحقيقيه اللي موجوده، لان نايل تي في هي القناه اللي تعتبر الرسميه اللي ناطقه باللغه الاجنبيه في مصر. ده مظبوط. وتعتبر القناه الاهم. ده مظبوط. شايف ان عليها دور كبير انها توصل الرؤيه دي للعالم، خاصه انها مش هتبقى مهتمه بس بالاخبار او بالرؤيه السياسيه، لكن مهتمه بالرؤيه الاقتصاديه والاجتماعيه. جميل. والفن. جميل. بصي بقى، احنا اولا القناه هي خليط ما بين الاخبار والقناه العامه، يعني هي نصها اخبار ونصها تعتبر قناه عامه، فاحنا بنهتم بكل حاجه، يعني عندنا دراما، عندنا برامج سياحيه، وعلى فكره بنركز على السياحه برضو لان السياحه دي من اهم روافد الدخل القومي لمصر، ويهمنا ان السياح يعرفوا الاماكن السياحيه الجميله اللي في مصر ويجوا يزوروها ويجوا يشوفوها، مصر مليئه بالاماكن السياحيه الجميله. عندنا حركة ثقافية موجودة، عندنا حركة فنية، فاحنا عندنا بنقدم كل حاجة الحقيقة، مش بس أخبار، عندنا جزء أخبار والجزء الآخر ما بين ثقافة وسياحة وفن واقتصاد ورياضة كله. النهاردة والنايل تي في بتحتفل بعيد ميلادها 21،
ايه خطه القناه للاحتفال؟ هو بالنسبه للاحتفال ان شاء الله احنا يعني عاملين مجموعه حاجات كده، منهم فيلم تسجيلي عن اهم انجازات القناه خلال 21 سنه اللي فاتوا. يعني مثلا احنا في بعض الافلام التسجيليه اللي احنا انتجناها حصلت جوائز من مهرجانات مختلفه. في بعض الشخصيات الكبيره اللي احنا عملنا معاها انترفيوز. في بعض البرامج الجميله اللي كانت حازت على اعجاب الناس. بنجمع بعض اهم الحاجات دي كلها في فيلم تسجيلي قصير كده للي مش عارف تاريخ القناه او ما عصروش من اوله، بيتعرف على تاريخ القناه من خلال هذا الفيلم التسجيلي ده. حاجه من الحاجات. الحاجات الثانيه عندنا عاملين ندوه داعيين ليها كبار الشخصيات الاعلاميه، هنتكلم فيها عن مستقبل قناه النيل الدوليه. المطلوب منها والدور اللي ممكن تقوم بيه في المرحله اللي جايه. مصر بتعيش مرحلة مهمة جدا في تاريخها، مطلوب من كل الأجهزة إنها كل واحد ليه دوره وفقا لطبيعة عمله. فما هو الدور المطلوب مننا في المرحلة اللي جاية إن شاء الله فيها مجموعة من كبار الشخصيات الإعلامية؟ هنعملها في ساعة الصاوي إن شاء الله، وهتتذاع يوم الاحتفال 10/10. عندنا بعض الفترات المفتوحة وبعض التهنئات من كبار الشخصيات الموجودة في مصر الثقافية والفنية والرياضية والسياسية وفقرات أخرى. يعني حضرتك قلت لي انك هتاخد راي كبار الاعلاميين والاكاديميين في مجال الاعلام عن رؤيتهم ازاي نطور نال تي في في المستقبل. طب ايه راي حضرتك او يعني رؤيه حضرتك لراي العاملين بالقناه؟ هل ليهم برضو بيدخلوا في سياسه القناه بشكل ما؟ بصي، اهم حاجه موجوده واهم قيمه موجوده في النايل تي في هي الناس اللي شغاله فيها. الحقيقه القناه مليئه بالكوادر الفنيه الجميله جدا اللي مستواها المهني عالي. طب ايه اللي بينقصها؟ بينقصها شويه امكانيات. الحقيقه القناه محتاجه فعلا امكانيات فنيه وتقنيه وماليه عشان تقدر تقوم بالدور اللي المفروض انها تقوم بيه. انما الناس في القناه الحقيقه زي ما بقول لك، انا من المؤمنين طول عمري بالناس بالبشر، واغلب الشغل اللي بيتعمل وبيطلع على الشاشه والناس بتشوفه وتعجب بيه هو نتاج جهد بشري في المقام الاول. ما بالك بقى لو احنا ضفنا لهذا الجهد البشري شويه حاجات امكانيات تقنيه وصرفنا شويه فلوس. الاعلام الان مكلف. سمعت ان حضرتك هترصد ميزانيات مفتوحه للبرامج في الفتره الجايه. ده متوقف طبعا على ميزانيه القطاع والاتحاد. يعني احنا اتمنى طبعا يبقى عندنا ميزانيه معقوله. احنا عارفين طبعا ظروف البلد، بس ميزانيه معقوله تساعدنا بس ان احنا ننطلق اكتر، ان احنا نسافر نغطي حاجات، ان احنا نوصل للناس بره، ان احنا نعمل برامج على مستوى عالي. بنحاول نعمل ده. تمام. حضرتك ايه خططك المستقبليه للقناه علشان نوصل بيها، خاصه احنا بنمر بظروف صعبه؟ عايز تعمل ايه في نايل تي في فتبقى سايب بصمه مختلفه عن كل من سبق؟ شوفي، انا 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 دايما بحاول اجتهد، وعندي مبدا كده، ايه اللي بيجتهد ويصيب فليه اجرين، اللي بيجتهد ويخطئ فليه اجر واحد. احنا بنجتهد. اي فكره جديده حد بيقدمها ونلاقيها انها تتواكب معنا في المحطه بنحاول ننفذها طبعا وفقا للامكانيات المتاحه. بنحاول نخرج بره الاستوديو اكتر، بنحاول نوصل للناس في اماكن مختلفه اكتر، واخد بالك؟ انما طبعا ده برضو واقف في المقام الاول، محتاج شويه دعم. يعني انا بتمنى من كل المسؤولين ومن كل الجهات الاخرى. يعني مثلا اقول لك على حاجه، انا اتصور ان مستقبل القناه، ونفسي ده يحصل حتى لو انا ما كنتش موجود، لو حصل بعد كده، ان اجهزه الدوله المختلفه اللي بتتعامل مع الاخر وبتتعامل مع الناس اللي بره مصر، ان احنا كلنا نتعامل مع بعض، يبقى في اليه نتعامل، بدل ما احنا شغالين، احنا كقناه شغالين بجهد فردي خلاص، يبقى في اليه تنظم ده. يعني ايه المانع ان انا يبقى في تعاون بيني وبين الخارجيه؟ مش الخارجيه بتتعامل مع العالم بره؟ ايه المانع ان انا اتعامل مع الهيئه العامه للاستعلامات ومكاتبها الاعلاميه في الخارج؟ ايه المانع ان انا اتعامل مع السياحه، وزاره السياحه؟ يعني يبقى في نوع من انواع يعني احنا هدفنا واحد،
دايما يبقى في هدف واحد وفي اطراف متعدده بتحاول تحقق هذا الهدف. فبدل ما كل واحد بيجتهد لوحده، يعني انا نفسي بقى ايه كلنا نجتهد مع بعض، نقعد مع بعض ونفكر طب احنا دلوقتي عايزين نوضح صوره مصر الحقيقيه ما يحدث في مصر للعالم الخارجي، طب انا الخارجيه ممكن تساعدني في ايه؟ مثلا خلاص الهيئه العامه للاستعلامات ومكاتبها الاعلاميه بره، واخد بالك، نتعاون احنا مثلا ننتج حاجه، فالهيئه العامه للاستعلامات مثلا انا بفكر معاكي ان هم ياخدوا الحاجات دي ويوزعوها على المكاتب الاعلاميه بره ويعملوا ندوات ويروحوا للتجمعات اللي بره ويعرضوا الشغل بتاعنا، واخد بالك. وزاره السياحه ليه ما تساعدناش ان احنا ننتج افلام سياحيه بامكانياتها هي باماكنها تسهل لنا اجراءات الدخول بدل التعقيدات اللي احيانا بتحصل وتصاريح ومحتاجين فلوس ومحتاجين حاجه عشان نصور في مكان اثري او في مكان سياحي. ليه الوزارة ما ساعدناش في ده؟ فننتج فيلم سياحي مصري على درجة عالية من التقنية والجمال والجودة، ها، ويتم تسويقه خارجيا. من الحاجات اللي أساعدتني مؤخرا إن شركة مصر للطيران عن طريق قطاع الاقتصادي جوه المبنى خدت بعض بصت على بعض الأفلام، فانتقت أفلام مصرية، واخد بالك، إنتاج النايل تي في باللغة الإنجليزي أو الفرنساوي، وبتزحها على خطوط الطيران. ده شيء جميل، عايزين بقى ده يبقى بداية، مش هو ده كل حاجة، واخد بالك، يبقى في تعاون. نفسي الجهات دي تساعدنا، نفسي يبقى في حد يبقى عندنا تمويل مالي بعيدا عن الاتحاد الحقيقة يعني مثقل بأعبائه المالية. نفسي يبقى في سبونسر، حد راعي خلاص، وما عندناش مانع نطوع برامجنا ونغير في برامجنا خلاص، طالما اذا كان ده هيتواكب مع الراعي اللي هيجي ويقول والله انا عايز برنامج كذا، طب اقوله عندنا كذا، لا مش هينفع، طب نغير او نكيف يعني، بس يبقى في دعم مالي، ونبعد شويه عن الروتين الحكومي والقواعد واللوائح، لان هو برضو دي حاجات محكومه بميزانيات معينه بظروف معينه. يعني نفسي نخرج شويه من عباءه الروتين الحكومي. نفسي حضرتك تقول ايه للعاملين بقناه مال تي في وجمهور مال تي في؟ والله اقول لهم كل سنه طيبين، سالينا اقول للناس اللي شغاله في القناه برافو عليكم، انتم شغالين بامكانيات بسيطه جدا وبتبذلوا جهد كبير، وزي ما قلت لك في البدايه ان اهم حاجه في القناه الناس اللي شغالين فيها. والناس دي على فكره اغلبها هم اللي بيدوروا المحطات اللي بره، يعني المحطات اللي بره دي كلها والمحطات الخاصه سواء جوه مصر او بره مصر بقى قايمه على مين؟ قايمه على المصريين، واغلبهم من التلفزيون المصري وجزء منهم من النايل تي في. على طب ما الناس دي هي اللي موجوده بره، هي اللي موجوده جوه. طب هو الفرق في ايه؟ الفرق في ان اولا في امكانيات افضل، الفرق ان هو بيتحط في سيستم معين بيمشي فيه في اطار ما يمشي فيه خلاص، فبيجيد. فهم كل سنه هم طيبين، بقول للجمهور اتمنى ان شاء الله ان النايل تي الجمهور اللي بيشوفنا يعني سواء اللي بيجود اللغه سواء كان جوه مصر او بره مصر، ان شاء الله ان احنا في المرحله اللي جايه ربنا يقوينا ويساعدنا ان احنا ننطلق اكتر ونعبر عن الحاجات اللي انتم عايزينها اكتر ونوضح صوره مصر اكتر، وتقدروا تعرفوا مصر سياسيا واقتصاديا وفنيا ورياضيا ومن خلال قناه النايل تي في، ومحدش يبقى جايب غير النايل تي في علشان يشوف احنا بنعمل ايه. على فكره احنا لسه كان في كده حد من زمايلنا بيحضر ايفنت في 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 احدى السفارات، وقابل مجموعه كبيره من السفراء وزوجات السفراء، زميله لينا يعني، كل زوجات السفراء اللي موجودين في مصر طبعا برضو بحكم اللغه لا يشاهدوا الا النايل تي في، ومعجبين بالنايل تي في، رغم ان احنا بنقود نفسنا جامد جدا على فكره، ونفسنا نطور اكتر من كده، وحاسين انا شخصيا حاسس ان احنا نقدر نقدم احسن من كده كتير، يعني امكانيات الناس اللي موجوده تقدر تدي للمحطه للقناه اكتر من كده بكتير، شويه امكانيات فنيه، شويه امكانيات ماليه، احنا بنحط برضه سيستم عشان ننظم العمل، لو ده تضافر مع بعضه وزي ما قلت لك مع بعض الجهات تقدر تساعدنا هننطلق اكتر من كده بكتير. كل سنه وحضرتك وحضرتك طيبه. شكرا لك. We'll be right back.